يعيش على الكوكب اليوم أكثر من 8 مليارات نسمة من البشر، ولكن في غضون 25 عاماً فقط سوف يتراجع أكثر من ثلثي عدد سكان بلدان العالم حسب دراسة جديدة نشرت في مجلة لانست العلمية. الدراسة تحذر من تراجع معدلات الخصوبة وانخفاض عدد المواليد حول العالم بشكل يدعو للقلق وفق الخبراء، ويعتبر معدل الخصوبة هو متوسط عدد الأطفال الذين يولدون لأنثى خلال حياتها، وهو ما تراجع مؤخراً بنسب ملحوظة. كانت تسجل نحو 5 أطفال لكل سيدة عام 1950 لتصبح نحو 3 أطفال في الأعوام 3 الأخيرة، ومن المرجح أن تتقلص لنحو طفل أو طفلين فقط بحلول عام 2100. الدراسة التي أجراها فريق بحثي من جامعة واشنطن كشفت أن استمرار انخفاض معدلات الخصوبة العالمية سيؤدي إلى تحول ديموغرافي في عالمنا، سيؤثر على شكل الحياة وتفاصيلها في كل الدول. هذا التأثير ليس متماثلاً في مختلف البلدان، حيث ستواجه دول الدخل المرتفع عواقب شيخوخة السكان وانخفاض القوى العاملة، في حين تحافظ المناطق المنخفضة الدخل على معدل مواليد مرتفع بشكل سيستنزف الموارد المتاحة. ما يعني أن تراجع معدلات الخصوبة والمواليد سيعيد تشكيل الاقتصاد العالمي وتنظيم المجتمعات.